حياتنا حلوة لأننا فيها بالحب يا أحباب، هيا لنحييها. أحلامنا تسمو بنا تسعد ولا تشقى، نحبها تحبنا. حياتنا حلوة. أنا أرحب بالدكتور خالد الراجحي، رجل أعمال وعضو مجلس إدارة عدد من الشركات ومحاضر جزئي في جامعة اليمامة، وأيضا مؤلف عدد من الكتب منها جسر من ضوء ودروب مختلفة وقاع الفنجان. أرحب فيك دكتور خالد. يا هلا والله سهل أخوي عبد الله. يا مرحبتين، شرفتنا، وكل عام بخير، والله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. آمين. ومن لكم الجميع ومن المستمعين. الله يحييك. دائما دكتور خالد تطربنا بتويتر عن طريق التغريدات التفاؤلية اللي أشبه بنافذة أمل. أيوة. فودنا كذا تعطينا سر تفاؤلك، سر إيجابيتك في هالتغريدات. والله أولا أنا أعتقد الإيجابية والتفاؤل هو أسلوب حياة. جميل. وما هو شيء مرتبط بحدث معين أو بأحداث معينة أو بوضع معين أو بأوضاع معينة ولا بنواحي مادية أو غير مادية، هي أسلوب حياة. إذا أنت عودت نفسك كشخص أنك تكون إيجابي، تنظر الأمور بشكل إيجابي، طبعا ما في إنسان يواجه مشاكل ويواجه أشياء الحقيقة منغصة، لكن التعامل، التفاعل، ردود الفعل تحكم كثير أو تحكم حياتنا. يعني ردود أفعالنا على الأحداث، على ما يحصل لنا، هو الحقيقة ما يكون حياتنا، وبالتالي ممكن أن يجعل حياتك إيجابية وممتعة. فهي حقيقة أسلوب حياة يحتاج إلى تدريب، إلى تعليم. هو حقيقة ليس أمر يعني سهل تعلمه، لكنه حقيقة ممكن جدا أن تتعلمه وأن تعيشه. طيب دكتور، أنت اقتبست مقولة لروبرت لويس: لا يمكنك أن تهرب من ضعفك طويلا، فعليك أن تقف وتقاتله أو يهلكك، ولو كان ذلك صحيح فلما لا تقاتله الآن؟ نعم. كلمتك بخصوص المقولة. هو الحقيقة هذه العبارة حاولت الحقيقة أن ألخص فيها المقال اللي أنت تكلمت عنه، اللي هو الهروب إلى الأمام. وهو أن لما تواجهك مشكلة يجب أن تقف وتناقش هذه المشكلة وتفكر بها بشكل جيد وتعالج المشكلة، تواجهها. يعني المشكلة تحتاج إلى مواجهة. صحيح. ذكرت في المقال الحقيقة أنه في كثير من الناس بدل ما يواجه المشكلة يحاول أن يهرب إلى الأمام. وخليني بس أرجع شو خطوة الوراء. السبب المهم في هذا الموضوع هو خوفه من الفشل. يعني بدل ما يفشل اليوم، مع العلم أن أنا عندي دائم رأي مختلف عن الفشل أو تعريف الفشل، لكن بدل ما أنه يشعر أنه فشل اليوم في مشروعه أو في أي تجربة كانت أو في دراسته أو في زواجه، يقول لا، خليني أنتظر وأهرب إلى الأمام بأن أسوي حدث معين باتجاه هذا المشروع أو هذا مثلا الزواج أو الدراسة، ويكتشف بعد سنة سنتين أنه بدل ما يعني قرر قرار سليم في الوقت المناسب، أنه هو أخر القرار وصارت الخسائر أكبر من السابق. المقولة هذه تقول لك بكل بساطة: إذا عندك مشكلة واجهها، واجه المشكلة، تعامل معها ولا تهرب منها بأنك أنت يعني تزيد في المشكلة وتؤجل مواجهتها. هذه الحقيقة يمكن يعني ملخص المقال، وهي العبارة الحقيقة لخصت المقال بهذا الشكل. جميل. طيب دكتور، ودنا تكلمنا عن عشريات التويتر، يعني تميز بهالشغلة إلى ما شاء الله وصلت أكثر من 90 عشرية. نعم ما شاء الله. أولا قبل العشرية بس بقول كلمة عن الهروب إلى الأمام. تفضل. لأنه في 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 نقطة مهمة جدا. تفضل. في هروب إيجابي. جميل. يعني أنا دائما أنظر للهروب ترى الحقيقة بأنه أحيانا يكون إيجابي وهو سلبي، وهذا النظرة الإيجابية لكل أمر. إذا استطعت أن تهرب من المشكلة في الوقت المناسب فهذه شجاعة. صحيح. وقدرة على تحمل المشكلة والتعامل معها. فأنا بس بحاول أركز على نقطة أن الهروب ليس دائما أمر سلبي، هو أحيانا سلبي، ولكنه أيضا أحيانا ممكن أن نتعامل معه بشكل إيجابي. طيب ودنا نسمع منك أي للعشرية. سم. يعني أقرب شيء لموضوعنا اليوم واللي قريبة جدا نحو ثقافة إيجابية. نعم. طيب ودنا تسمعنا شيء منها دكتور، وبرضه تحكينا عن قصة العشرية، كيف بديت فيها وكيف يعني نشأت هالفكرة لين ما شاء الله يعني نمت، ويعني يبدو أنها تكون مشروع كتاب جميل بإذن الله. هو الحقيقة طبعا العشرية بدأت من ما مرتبطة بالتويتر بشكل أساسي. بدأت بالتويتر
كنت أكتب تغريدات عن موضوع مهم جدا. فلما أكتب التغريدة في 140 حرف يجيك ردود الحقيقة كثيرة جدا تشعرني بأن اللي يقرونها ما استوعبوا بالضبط إيش المقصود في العبارة، لأنه خاصة يكون موضوع مهم، فأضطر أرد على الردود ويجيني ردود أخرى وأضطر أرد، فتظل العملية رايح جاي زي ما يقولون إلى أن يكون حقيقة يتمحور يعني، أو خلينا نقول الفكرة تنضج وتظهر بشكل أكبر. فكنت في البداية لما يحصل شيء من هذا الحدث أروح أخذ كل الردود اللي جتني وأسوي عشرية، أكتب 10 تغريدات في نفس الموضوع بحيث أنها تشمل الموضوع من جميع جوانبه. سويتها مرة مرتين في كذا موضوع، اكتشفت أنها والله فكرة جميلة، أنه الناس صارت تفهم الموضوع بشكل أكبر، استطعت أنا أكثر حقيقة أنه أقدر أوصل الفكرة بشكل أفضل، فتبعتها كسياسة والحمد لله يعني تبعتها في أشياء كثيرة، في التسويق، في الإدارة، في الأمور الحياتية، في التجارب الشخصية، في الحقيقة أشياء كثيرة جدا، وجدت الحقيقة أنها ناجحة. وزي ما تفضلت أنت إن شاء الله هي 93، انتظر إلى أن تصل إلى 100 بإذن الله، وبإذن الله أحولها إلى كتاب. الله يقويك يا ربي. ونرجع لنحو ثقافة إيجابية. نعم تفضل. طبعا هي التغريدة العشرية، هي سميت طبعا عشرية لأنها 10 تغريدات. جميل. يعني أنا ما هو ودي أقرأ لك العشرية كاملة، لكن يعني ولا تبين أقرأها بسرعة؟ والله اللي تعمل عليه، لو تختارنا مثلا أشياء كذا تحس أنها يعني تفي بالعرض. يعني أنا بس بركز على أنه 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 هي الإيجابية هي عكس السلبية. جميل. يعني إيجابي عكسه سلبي طبعا. صحيح. السلبي، الشخص السلبي دائما يكثر الأعذار، يعني ليش ما توظفت؟ والله الوظيفة الحقيقة أخذها واحد ذو علاقة مع المدير. ليش مثلا ما ترقيت؟ والله لأنه الحقيقة أنا ما عندي واسطة وما عندي كذا. ليش ما تعينت أساسا؟ لأنه والله أنا ما عندي علاقات. فدائما عنده أعذار. أنا أحمل الحقيقة جزء من مشكلة النشر السلبية اللي هي عكس الإيجابية في كثير من الكتاب المشاهير في التويتر تحديدا، يعني دائما ينتقدون. يعني أنت الحين في حياتك أحداث كثيرة جدا، كثير من للأسف من المشاهير في التويتر يعتبر الإيجابي حق مكتسب، ما نتكلم فيه، إيجابي يقول المسؤول الفلاني سوى شيء كويس، يقول لك والله طيب هذا شغله وظيفته، هذا هو أصلا رجل لهذا الغرض. لما يحصل شيء سلبي يكون هجوم شرس جدا على هذا الشخص، ما فيها عدل العملية. لما أنا أحاول أظهر السلبيات في المجتمع وفي ولدى المسؤولين ولدى الجهات الحكومية ولدى القطاع الخاص، ينشأ لدي شباب سلبي ينظر فقط للسلبية ويشعر دائما أنه الإيجابية، أو يشعر دائما أنه ما في فرص أصلا للشباب، وضعهم سيء، وضعهم كذا. الحقيقة يعني حاولت الحقيقة من هذه العشرية وأكد أن يعني كل شيء متاح. صحيح. وكل شيء وكل شخص يعني يستطيع أن يتعين ويتوظف ويترقى، وفي حالات كثيرة جدا حولنا لأشخاص ليس لهم علاقات ولا يوصل. طبعا أنا بس بقول نقطة مهمة جدا، أنا ماني بإنسان مثالي، يعني أقصد ما أقول إنه ما في وسطات في البلد، ولا أقول إنه والله ما في أحد يتعين بعلاقات، أبدا مو صحيح، مو هذا رأيي. لكن أنا أقول أيضا في حالات كثيرة جدا تم تعيينهم وترقيتهم مثلا وبدون أن يكون لهم علاقات باجتهادهم وجدهم واجتهادهم. في ناس كثير بدأوا بيزنس خاص فيهم، عمل خاص فيهم، ونجحوا بدون أي دعم أو واسطات. ففيه الحقيقة فرص متاحة. فلذلك أنا أقول أنه مهم جدا أن ننظر للأمور بشكل إيجابي ولا ننظر لها بشكل سلبي. هذا تقريبا ملخص سريع. يعطيك العافية دكتور، وسعدنا بسمع صوتك، والله يجعل إن شاء الله أيامك إن شاء الله إيجابية وسعيدة. آمين. وياك والمستمعين أجمعين. شكرا لك دكتور. هلا بك. هلا والله. مع السلامة. حياتنا حلوة لأننا فيها بالحب يا أحباب، هيا لنحييها، أحلامنا تسمو بنا تسعد ولا تشقى، نحبها تحبنا حياتنا حلوة.